البول تريتمنت اوف تورسادستي بوينتس فينتريكولار تاكيكارديا، اللي بنديله مغنيسيوم سلفيت زي ما احنا عارفين 25 ل 50 مللي جرام بير كيلو جرام. الماكسيمم دوز بتاعي 2 جرامز تمام، وبعمل له دايليوشن على بيبقى الدايليوشن بتاعي كل 100 مللي جرام بحطها على 1 ام ال الصوديوم كلورايد اوفر 10 تو 15 مينتس، كان بي ريبيتد وانس اف نيسيسري تمام. و طيب الاميودارون جرعته 5 مللي جرام بير كي جي ماكسيمم 300 may be given over 3 minutes in ventricular tachycardia if the children is in severe shock. خلاص ده كده الايه ده كده الاميودارون. طيب نبص بس بصه سريعه كده على الالجوريزم ده. لو البيشنت بالسليس بيمشي في سكه الفنتريكولار فايبريليشن، لو في بالس بشوف هو شوكد ولا نان شوكد، اذا ما فيش شوك بدي اميودارون الميديكيشن بتاعي على طول. لو البيشنت شوك بدي سينكرونس دي سي شوك على 2 جولز بعدين على 4 جولز، وبعد المره الثانيه بدي اميودارون. وبيقول لي ان السينكرونس يعني مور سيف عن الاسينكرونس، لكن لو احتجت الاسينكرونس لو البيشنت ده لو يعني ما فيش ريسبونس او لو في سيفير هايبوتنشن بدي على طول الاسينكرونس تمام. التورسادس دي بوينتس بدي اللي هو المغنيسيوم سلفيت على 25 ل 50 مللي جرام بير كي جي على يعني على ربع ساعه، وبحله بكونسنتريشن ما يزيدش عن 100 مللي جرام لكل مللي لتر تمام. هو دكتور محمود السينكرونيسيتي اللي بيقصدوها هنا اتوقع بيقصدوا انه الكيو ار اس كومبلكس يكون بارلل بالنسبه للهارت بيت مش كده، لكن اذا ما كانت بارلل اذا ما كانت بارلل دي هنا هي دي سينكرونايزيشن. يعني هو سينكرونس واي سينكرونس ده الجهاز هو اللي بي بي بيحددها. يعني هو الجهاز هو بيديتكت هيبدا امتى بعد يعني قبل البيت اللي هتحصل، فهو بيدي الشوك في المرحله دي. ده لو هو سينكرونس يعني هو بيظبط نفسه مع الاي سي جي. هو اللي بيظبط مش انا. هو بيقرا الاي سي جي حقك بيشوفه انه هو بارلل اللي هي الكيو ار اس كومبلكس حقتك ولا في يعني ريجولر ولا يعني حتى اذا كانت انت كنت ساينس تاكي كارديك ولا كنت مثلا تاكي كارديا اللي هي اذا كانت هي very irregular ولا كانت فيها synchronicity. زي ما قلت الجهاز ممكن كان adjusted وبعدين بناء على synchronicity دي إذا كانت موجودة بيديك ال output اللي بيطلع منه as a synchronized shock، وإذا كانت non synchronized parallel مع الجهاز حقه بيديك لها like non synchronized. أنا متهيألي إحنا اللي بنظبطه إن إحنا اللي دي synchronized ولا non synchronized. يعني احنا بنحط على المود ده سينكرونس ولا لا ولا اس سينكرونس مع البلس ولا مع الاي سي جي يا دكتوره؟ البلس مع الاي سي جي حتى البلس حقك انت بيكون هو متماشي مع الـ مع الـ مع الاي سي جي كذا، كان في سينكرونسيتي بيكونوا مع بعض. مظبوط مظبوط، بس هو غالبا في بلس او في بريفرال بلس، انا مش هدي دي سي شوك. يعني لما ما يكون في سينكرونيسيتي غالبا ما بيكونوا مع بعض، والجهاز هي كان ميك هارموني بالنسبه للسينكرونيسيتي حقت البلس مع الاي سي جي حقك اسفار ازوينو. يعني مره اتكلم عنها تقريبا في سيناريو حق باستس كده لما كان يتكلم اعتقد عن الولف باركنسون واتكلم عن الاس في تي وكده والسينكرونيسيتي اللي الدي سي شوك اذا كان سينكرونايز. في الغالب مرات اغلب الاحيان بيقول لك مرات بتكون سينكرونايز الليس البيشن اذا كان انستابل في حاله الاس في تي، بالتالي حيمشي للخيار حق النن سينكرونايز دي سي شوك. بالضبط ايوه طيب البرادي اريزميا كده احنا خلاص تقريبا خلصنا الحاجات التاكي اريزميا اللي هي المهمه اللي هي السوبرافنتر والفي تاك. البرادي اريزميا بيقول ارجنتلي مانج البرادي اريزميا ده البري تيرمينال ايفنت في الهايبوكسيا او شوك لو في شوك تمام، ولو في ريزد انتراكرينيال بريشر والفيجن ستيميوليشن
بعمل فيجل ستيميليشن. يعني هو كده الفيجل ستيميليشن بعمله في الاثنين في البراد وفي التاكي الظاهر كده يعني. طيب الانفستيجيشنز اي سي جي تو لوك فور الفيجل ستيميليشن مش هيعمل لي برادي كارديا اصلا. ما هو انا عشان كده بسال. هو الظاهر ان هو بي 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 بيخلي البالس او الريت طبيعي. اذا كان بقى برادي بيرفعه والتاكي بينزله شويه. ده ما يستعمله في الحالتين. طيب اي سي جي تو لوك فور كونداكشن مش تريتمنت. لا لا هو بقول يعني لو في فيجل ستيميليشن مظبوط صح صح. يعني هو بقول لو الحاجات دي موجوده اعمل لها ارجنتلي مانجمنت. لو في بريتيرم يعني ده مش تريتمنت. هو ده مش التريتمنت. مظبوط. ولو في ريزيدنت كرينال بريشر ولو في فيجل ستيميليشن صح كده. الحاجات اللي بيبقى فيها براديكارديا. الانفستيجيشنز اي سي جي تو لوك فور كوندكشن باسوي دامج سيرجري. لو في كونجينيتال هارت بلوك شويه ولو في لونج كيو تي سيندروم. طيب المانجمنت جه بقى خلاص اهو الاي بي سي اللي احنا بنعملها لكل اللي هو الانشور الاير واي والبريسنج والسيركيليشن انشور اديكوت اوكسجينيشن اند فنتيليشن. تمام اف اباف افكتيف جيف بولس اوف ادرينالين اللي هو 10 مايكروغرام بير كي جي اي في. And if above is ineffective, try an infusion of adrenaline. بدي بقى infusion اللي هو القرعة 0.05 to 2 micrograms per kg per minute IV. تمام يعني الأول خالص بدي بولس زي بتاعت الأنفلاكسيس ولو ما استجابش بدي infusion على من معايا الوايد رينج ده اللي هو 5 من 100 ل 2 microgram per kg per minute infusion. طبعا if vigor stimulation is the cause give atropine. بس ما قالش زي ان انا يعني يكون اعرف ان ده في vigor stimulation ولا لا. طيب give atropine 20 microgram per kg minimum 100 microgram والmaximum 600 microgram. ده اللي هو الاتروبين. تمام الماكسيمم بتاعي 0.6 ميلي جرام بير كي جي. ده الماكسيمم 0.6 بير كي جي. ببدا على المينيمم بتاعي 0.1. تمام والدوز بتاعت الستاندرد اللي هو 0.2 ميلي جرام بير كي جي. دوز مي بي ريبيتد افتر 5 مينتس ده بتاع الاتروبين. والماكسيمم توتال دوز 20 تو 40 مايكروجرام بير كي جي اللي هي 1 تو 2 ميلي جرام توتالي 1 to 2 milligram. Contact pediatric cardiologist for advice or send the ECG to cardiologist. ده في البرادي أريزميا. هو ما جابش عنها حاجة يعني كتيرة يعني. هو تقريبا جاب بس حاجات very very general. طيب. الاندوكارديتس بروفيلاكسيس اللي احنا كنا اتكلمنا فيها امبارح. طيب. اللي بقول بقى الindications antibiotic prophylaxis should be considered for patients at highest risk for infective endocarditis. تمام اللي هم الحالات patient with any prosthetic valve or patient with previous episode of infective endocarditis لو قالوا قبل كده او لو هو مركب prosthetic valve او patient with any type of cyanotic congenital heart disease or where congenital heart disease was repaired with prosthetic material. يعني كده معلش patient with any type of cyanotic congenital heart disease تمام or where congenital heart disease was repaired with prosthetic material up to 6 months after the procedure or lifelong if residual shunt or valvular regurgitation remain. طب ما هو طب امال ايه اللي بيقول معلش سؤال هو ليه بيقول الكونجنتال ما بندهمش معظم العيال بياخدوهم شنط يعني معظم الكونجنتال بيبقى فيه شنط هو هنا بيقول لو في ريزيديوال شنط بعد كده يعني الصغيرين لو في شنط ما بنديش يعني ميجي يقول في اي اس دي في اس يقول لك لا ما تديش مثلا
هنا بيقول لك لايف لونج ريزيدوال شنت بعد العمليه مثلا بعد الشنت هو عمل شنت مش يعني هو حط شنت الكوندويت الكوندويت اللي بيعملوه اللي هي الياتروجينيك شنت وكده الاوبريه في الكوريكشن نفسه يعني تمام الكوندويت ايوه زي توساج وال ايوه نوروي والكلام ده بوست اوبراتيف ايوه تمام طيب يبقى هنا الانديكيشنز البيشنت يكون هو حاطط بروستيتيك فالف تمام او هو كان جاله قبل كده انفكتيف اندوكس او اي حد عنده كونجينيتال ساينوتيك هارت ديزيز او لما يكون كونجينيتال هارت ديزيز ده حطينا له احنا بروستيتيك ماتيريال مش فالف او مش فالف اي حاجه لغايه 6 شهور بعد العمليه لو هو عنده معمول له شنط موجوده معاه على طول او فالفولار ريجرجيتيشن ريمين يعني هو كان عنده فالفولار ريجرجيتيشن وبعد العمليه فضل برضه الفالفولار ريجرجيتيشن تمام دي كده الحالات اللي انا هدي فيها كان في حاله كان سؤال كان جاء في الامتحان الاف او بي الاخير كان عن برضه البروفلاكسس مش فاكره انا بصراحه حد يفتكروا هل نيدي ولا ما نديش بس كان معاه التاني كان معاه ميجر اوبريشن يعني هنا الان واضح انه تقريبا ما في مساحه واضحه الى البروفيلاكسيس اف يو ار جوينج فور دنتال اور اف يو ار جوينج فور جي اي يور جينيتال اللي كانت موجوده اول ديك هنا شكلها في النيو It is not that جاية في الانتيبيوتيك بروفلاكسس جاية هو هيقول جيف فور دينتال لسه مش كده اكوايرنج مش عارف ايه بس هو ليه ما حطهاش هنا طيب في الانديكيشنز وممكن هنا يقصد الكاردياك انديكيشنز ممكن طيب يبقى هنا البروستيتيك فالف ولو جاله قبل كده ولو هو عنده سيانوتيك او لو في كونجينتال ديزيز وحطوا له حاجه بروستيتيك او في شنط او ريجرجيتيشن واستمر على طول طيب الانتيبوتيك بروفيلاكسيس جيف فور دينتال بروسيجرز الحاجات الدينتال بروسيجرز اللي هتحتاج مني ريكوايرنج مانيبيوليشن اوف ذا جينجيفا اور بيري ابيكال ريجن اوف ذا تيس طب ما هو اي حاجه يعني لو واحد درسه مثلا هديله مش هديله ما هو ده بيبقى ولا ده ما فيهوش مانيبيوليشن للجينجيفا لا ما هو مش الكلام ده قديم ودلوقتي خلاص ما بقاش فيه انفكتيف اندوكاردايتس خلاص بروفلاكسس اصلا والله دكتوره مش عارف هو ده يعني من 2016 ل 2018 المفروض انه مغطي معانا لا مش قديم حتى هو على النايس باث واي على النت برضو كاتب نفس الكلام ده بالظبط كده ما كنتش فاهمه ما كنتش عارفه اربط بينه يعني بس كاتب كده برضو بس هو هنا في الدنتال يعني يقول لو في manipulation of the gingiva or peri epical region of the teeth طيب هو طب يعني هو كده ساب ايه طيب يعني عمليات الحشو العاديه ما مش مشكله فيها مش لازم بروفلاكسس لكن لو هيشتغل على الروت او هيخلع ضرسه ما هيبقى في بيرفوريشن في الاورال ميكوزا في اللثه هيبقى في بيرفوريشن في اللثه مش عارف مستمع كلام المفروض ان هو خلاص نو مور بروفلاكسس لحظه هو يقصد لو واحد من الناس دول اللي هم عندهم بروستيتيك فالف او انفي او قبل كده كان أيوة عنده أيوة. او وهيعمل حاجه من الحاجات دي صح كده مش مجرد بس ان هو عنده دينتال بروسيجر والحاجات دي ان انا اديله ايوه هو مثلا مش مجرد انه عنده لا لا لازم الاول يبقى من شروط الانديكيشن الاولانيين دول وبعدين يبقى في حاجه من الحاجات اللي فات ايوه اللي بتقول كانوا لغوها ورجعوها تاني بطريقه يعني دي احدث حاجه الانتيبيوتيك بروفلاكسس كانوا لغوها وبعدين رجعوها تاني والله ما بيحيرونا معاهم طيب give for dental procedures requiring لو هعمل manipulation للجينجيفا او البري ابيكال ريجن اوف ذا تيس او لو في perforation of the oral mucosa تمام not needed for non-infected tissues او الاورال تروما او respiratory او gastrointestinal او neurogenital endoscopies لو هعمل اي endoscopy
الا اذا كان ازرار انفكتد تيشوز. تمام. يعني لو اعمل اي حاجه جي اي تي او 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 يورجينيتال او 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 ريسبيراتوري اندوسكوبي وما في ما فيش حاجه عندي انفكتد, خلاص مش محتاج ان انا ادي. لكن لو في انفكتد تيشو بدي ايه, بدي اللي هو البروفلاكسيس بتاعي, بدي بالظبط بدي سنجل دوس 30 تو 60 مينيت بيفور بروسيجر, يعني نص ساعه لساعه بس قبل البروسيجر اللي اعملها. بدي اموكسيسيلين على الجرعه بتاعته طبعا, الماكسيمم دوز بتاعتي 2 جرام اورالي او اي في. ولو البيشنت ده الرجيك للبنسلينز بدي كليندامايسين جرعته 20 ملي جرام بير كي جي, تمام, والماكسيمم دوز 600 اورالي اي في, يعني ده الدبل الجرعه بتاعت الازيثروميسين. طيب if there is uncertainty seek advice from cardiology team at regional pediatric cardiac center. طيب المانجمنت, patients at risk of endocarditis should undertake the following prevention measures. بعمل مينتين good oral hygiene, تمام, dental follow up twice yearly if high risk, otherwise annually. يعني بيروح مرتين في السنه لو هو high risk, ولو كده غير ان هو high risk بيروح مره follow up without any symptoms. يعني eradicate chronic bacterial carriage زي السكن او لو في عنده UTI بريفرال كانيولي. بس هو هنا معلش سؤال, هو هنا جود اورال هايجين بس ما اتكلمش على الماوث ووش. الماوث ووش مش يعني هي كانت مكتوبه كده حتى كان جاي لنا برده في السؤال بتاع الفوق. هو يقصد يعني متهيألي جود اورال هايجين يعني كفايه قوي المعجون يعني لا يعني هي كانت كاتبينها في على نايس نفسه هي, هي مش انديكيت الماوث ووش مش يعتبر بروفلاكس يعني. تمام. البريفرال كانيولا is preference to the central. لو انا محتاج طبعا اعمل كانيوليشن في الحاله دي بفضل قدر الامكان ان انا اركب له بريفرال لاين اكتر من ان انا اركب سنترال لاين او لونج لاين. Told how to recognize signs of infective endocarditis, ببلغ الاهل ازاي يعرفوا ممكن يكون يعني امتى ايه هي signs الايرلي signs بتاع infective endocarditis and advise whom to seek expert advice. Investigate promptly any infection in patients at risk of endocarditis and manage appropriately to reduce the risk of endocarditis. Yeah. الموضوع واضح. وبس اهم حاجه الانديكيشنز دي علشان خاطر كده. وبديها امتى؟ بديها لو في manipulation في الاورال كافيتي بشكل عام, ولو انا بتعامل مع infected tissue يعني في جي اي تي او يورجينتال او اي حاجه من الحاجات دي. تمام. العلاج بتاعي ايه؟ بيبقى اموكسيسيلين نص ساعه لساعه قبل الموضوع ده اللي يعمله, واذا كان هو الرجيك بدي كليندامايسين. تمام. طيب معلش عايز اسال سؤال, انا بجد مش عارفه عايز اعرفه بس, هو انا الانفكتيف اندوكاردايتس بعمل اللي هو الثري كلتشرز, المفروض ان انا الاقي منهم كم واحده بوزيتيف عشان اقول ان هو في اي واحده بوزيتيف يبقى بوزيتيف؟ واحده بس ولا اثنين؟ اكيد طبعا لما تهيئ اي واحده واحده من الثلاثه, مش يعني مش يكونوا من... تمام. الهايتم الثلاثه لكن زي ما قال دكتور محمود يعني ايفن وانس يعني تدرى الحدود بالشبهات خلاص. بالضبط. بعدين باخده من ثلاث اماكن مختلفه قبل ما ابدا الانتيبيوتيك بتاعي. بس حد عنده فكره ليه بناخده من ثلاث اماكن مختلفه؟ يعني ثلاث اماكن مختلفه ايه؟ يعني هاخد من البلاد وهاخد من مين تاني؟ لا بيقصد سايد ديفرنت سايد. يعني بعض الاحيان يا دكتور بيبقى يجي لك مثلا في العينه مثلا يقول لك ستاف ابيديدمز اللي هي بتاعه السكين فلورا من السكين فلورا او انفكشن من كده, فبيقول لك لما تكون واخدها بقى من ثلاث اماكن مش معقول كل واحده انفكشن بس من السكين فلورا. يعني ايوه تمام. او كان في كمان الكولونايزيشن, يعني ممكن الانترفينس سايد. ايوه ما هو ده اللي انا قصدي فيه الكولونايزيشن. وده برضو اللي انا قصدي فيه ان ايه بقى, هل معنى كده ان لو طلعت واحده ممكن واحده دي يعني عشان كده هو عايز ثلاثه, يعني الواحده دي يكون في كولونايزيشن في الانت في السنترال فينس لاين او السكين يكون مثلا انفكت, فمتهيئ ليه بياخد ثلاثه هيعتبر بوزيتيف لو واحده بس
هم لانه واحده من الاشياء لانه ديزيشن ما هو ايزي انك تو ديسايد, فبالتالي اف يو ويل يو ويل تيرن تو سي انه البيشن انفكتيف الدوكاردايتس يو نيد تو تريت يعني مينيمم اوف لايك 6 ويكس يعني, فانا نوثينج ايزي يعني, فعشان كده هو بياخذ كل الاحتياطات لانه انه يعني تراي تو جيت يعني حتى اذا كانت في اليمنت فنك يو ويل تيك ات مثلا السامبل حقتك يو ويل تيك ات مثلا من البريكيال فين ولا شيء زي كده يعني زي كانها توورد سنترال بالنص ال 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 هو لما كنت ثلاثة لو واحدة كان فيه colonization وواحدة كانت مثلا فيه infection مثلا أو كلام من ده فقصدي لو يعني, لكن لو مثلا أكتر من واحدة يبقى دي مثلا أكيد, فمش عارفة يعني حد متأكد لازم تبقى واحدة ولا اثنين أنا مش فاكرة. هو دكتور انت يمكن تقصدي الاستاف ابيدرميليس لو واحدة منهم طلعت استاف ابيدرميليس ده بعتبره بوزيتيف. استاف ابيدرميليس لا, ولو طلع أي organism بس يطلع في واحدة ولا أكتر بس ده اللي أنا لا لا لو لو organism لا قصد ده يعني ده اكيد, لكن هم الكلام الاكثر ان هو بيبقى فيه كونتامينيشن من السكين فلورا يعني هو وانت بتاخد العينه حصل كونتامينيشن من السكين فلورا وغالبا بيكون استاف ابيدرميليس, بس حتى الاستاف ابيدرميليس هي كمان بتعمل انفكتيف اندوكاردايتس. فهو السؤال بقى لو ليه في ميدسكيب في كرايتيريا للدياجنوزس بتاعت الاندوكاردايتس يسموها دوكس كرايتيريا, تمام؟ الميجر بوزيتيف بلاد كلتشر فور تيبيكال انفكتيف اندوكاردايتس اورجانيزم اللي هو ستريبتوفيريتنس او بوفيز او حاجه اسمها اتش اي سي اي كي او ستاف اوريس وزاوت برايمري ساين او انتيروكوكس فروم تو سيبريت بلاد كلتشر أو two positive culture from sample drawing 12 hours apart يمكن على بعد 12 ساعة من نفس المكان أو three or a majority of four separate culture of blood يعني اثنين لازم اثنين positive اثنين مش واحدة اثنين تخيلي كده فعلا اثنين من مكانين مختلفين ولو الاثنين من نفس المكان يبقى فرق ما بينهم 12 ساعة تمام أو ثلاثة أو أكتر أو أربعة كلشر بس يبقى الفرق ما بين الأولانية والأخيرة على أقل ساعة يعني, لكن واحدة بس مش دايجنوستك. لا ده أنا أقصد. وبعدين عندنا الإيكو دول الميجور دايجنوستك. هو الإيكو برضو ممكن ما يبانش البستيشن بس أنا يعني عشان تمام. هو ده سؤال برضو جالنا في الامتحان بتاع سري كارشر بس ولا ايه كونا. طيب دكتورة ممكن تبعت لنا بس البيبر دي الله يعطيك العافية مرفض. طيب دكتور محمود تفضل والجميع الله يخليك طيب كده خلصنا توقع صح ولا لا لسه هو لسه البويزنينج واحنا دلوقتي في 77. طيب احنا كده خلصنا ما شاء الله خلصنا ايوه الحمد لله طيب الحمد لله احنا بس الاي سي جي هي اللي مركونه لغايه